بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ونستأنف مرة أخرى مع كتاب Bien lire et comprendre لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد توقفنا عند هاد الصفحة كما نلاحظ، عندنا هنا la lettre U، عندنا la lettre U، عندنا la lettre U. رأينا voici voix، قلنا بأن أو إي تنطق و، إذن عندنا هنا voix voix. ثم عندنا سي إي تنطق سي، voici voici. طبعا عندنا هاد سي تجي من بعد منا إي، إذن غتنطق بحال إس. طبعا غنشوف بأن السي في حالات أخرى أن تنطق ك ك، تنطق كحرف ك. مثلا كلمة ماروك، المغرب. مثلا كلمة ماروك، إذا طبعا هاد السي تنطق ككا في هاد الحالة. أما في الحالة التي عندنا هنا فهي تنطق كأس، لأن جاءت بعد إي، لأن جاءت متبوعة بإي. إذا فوا فواسي فواسي غو غوني غوني فواسي غوني، ها هو غوني. ثم عندنا لولي est sur le mur. Lulu est، طبعا رأينا هذا لو فيرب اتر كما ذكرنا في البريزون يعني في الحاضر. لولو اي، كما نقول بأن لولو يكون سور لو مور. إذا فوالا سي لولو كي سور لو مور، إذا نتكلم عن لولو الذي هو فوق الجدار. إذا جدار ماذا؟ لو مور دو لا ري، لو مور دو لا ري، إذا نتكلم عن جدار الطريق. طبعا توقفنا عند هاد الأحرف، نستكمل مع هاد الكلمات التي عندنا هنا. عندنا لا ميل، لا ميل، لا ميل. On a déjà vu la mule. Voilà, c'est la mule. إذا نتكلم عن البغلة. إذا نقول لا ميل. ثم عندنا لا بوري، لا بوري. ثم عندنا لا بوري، لا بوري، لا بوري. ثم عندنا لا ري، لا ري، لا بي بي ري، لا بوري. ثم عندنا لا ري، لا ري. ثم لو مور، لو مور. ثم عندنا لولو، لولو. اي لامي، اي لامي دو روني. لولو، لولو اي لامي دو روني. اذا نتكلم عن لولو، هو يكون صديق روني، هو يكون صديق روني، هو يكون صديق روني. اذا نتكلم عن لولو انه صديق روني. إذن لولو إي لامي، طبعا نتكلم عن لولو كشخص مذكر، إذن نقول هنا إي لامي يعني صديق، لا نضيف هنا أ. أما في حالة إذا قلنا مثلا أمينة إي لامي، طبعا نضيف أ، نقول صديقة. إذن هنا لولو إي لامي، لولو هو صديق، صديق من؟ دو غوني، صديق غني، صديق غني. إدو مينا، ثم هو صديق مينا. لولو إي لامي دو غني، إدو مينا. ثم عندنا غني، غني، فوالا سي غني. أتي لا بال دو مينا، أتي لا بال دو مينا. طبعا هنا الجملة في الأصل ديالها إلا ما كانش سؤال تنقولو غوني تيا لا بال دو مينا، غوني تيا لا بال دو مينا، غوني أنت عندك كرة مينا. طبعا هنا تنتكلم على جملة إخبارية، يعني غوني أنت عندك كرة مينا، لكن الذي عندنا هنا عندنا سؤال
طبعا تنقلبوا الفعل مع الضمير، تنقلبوهم. فبدل نقولوا تيا، بدل ان نقول، فبدل ان نقول تيا تيا لا بال دو مينا، انت عندك. علاش قلنا عندك؟ هذا الصرف ديال الافواغ. تنقولو جي تيا إل أ أو إل أ، nous avons nous avons vous avez ils ont ils ont. طبعا نتكلم عاوتاني على المؤنث، نقول ils ont يعني هم، هن عندهن. تيا جي، أنا عندي. جي لا بال، جي لا بال، أنا عندي الكرة. تيا لا بال، أنت عندك أو عندك الكرة. إل أ لا بال، إذن هو عنده الكرة. إل أ لا بال، هي عندها الكرة. نوزافون لا بال، نحن عندنا الكرة. فوزافي، فوزافي لا بال، أنتم عندكم الكرة. إلزون لا بال، هم عندهم الكرة. إلزون إلزون لا بال، هن عندهن الكرة. طبعا كما تلاحظوا بأن هاد أفواغ، طبعا نتكلم عن لو فيرب أفواغ، لو فيرب أفواغ. إذا هاد أفواغ هذا هو الصرف ديالو في البريزون، يعني في الحاضر. تنقول جي لا بال، يعني أنا عندي، أنا عندي الكرة الآن. تي لا بال، أنت أو أنت عندك أو عندك الكرة الآن. إذا نتكلم عن صرف ديال أفواغ ولكن في البريزون. علاش هاد لو فيرب أفواغ تفيد لينا هنا؟ عندي، عندك، عندنا، عندكم، إلى غير ذلك. إذن علاش يفيد هنا الملكية؟ لأن جا بعد منه اسم، كما تلاحظوا لابال كما تلاحظوا أنها اسم. إذن جي لابال، أنا عندي الكرة. إذن هاد أفواغ فاد لينا هنا الملكية. علاش؟ لأن جا بعد منه اسم كما قلنا. في الحالة الأولى التي عندنا تيا لابال دومينا، أنت عندك أو أنت عندك لا بال دو مينا، يعني كرة مينا. إذا طبعا هاد أفواغ اللي تكلمنا عليه الآن، واللي هذا هو الصرف ديالو، إذا هاد أفواغ هنا تفيد لنا الملكية. طبعا في حالة إذا كان هناك سؤال نقول أتي، تنقلب هذه تتولي هي الأولى وهذه تتولي هي الثانية. طبعا نقول أ أتي أتي لا بال دومينا، أنت، هل أنت أو هل أنت عندك أو عندك كرة مينا. إذا تولي المعنى هكذا، تولي على شكل سؤال. طبعا نضيف أن بوان دانتروغاسيون، إذا نضيف نقطة الاستفهام. إذا كما عندنا هنا غني، طبعا نذكر غني لتنبيه غني، نذكر غوني هنا لتنبيه غوني حتى ينتبه. ثم نقول له أتي لا بال دو مينا غوني، أتي لا بال دو مينا غوني، هل أنت عندك، عندك، نتكلم هنا عن أفواغ، هل أنت عندك لا بال دو مينا، هل أنت عندك كرة مينا. ثم عندنا فواسي لا مير دو لولي، ها هي أم لولي. فواسي لا مير، فواسي لا مير، رأينا هذا الاسم فيما سبق، يعني الأم. voici la mère de Lily، ها هي أم ليلي. ثم عندنا غوني آلي، غوني آلي، إذا غوني أنه قرأ. هذا لو فيرب ليغ، إذا نتكلم هنا عن لو فيرب ليغ، فعل قرأ. طبعا كما تنشوفوا هنا عندنا غوني آلي، غوني أنه قرأ. طبعا إذا قلنا غوني أ، كما عندنا هنا أ، غوني أ لا بال
دومينا. إذن غوني عنده كرة مينا، نفس هاد أفواغ اللي عندنا هنا تفيد الملكية، ولكن ممكن أنه يأتي كمساعد لتصريف فعل آخر، لتصريف فعل آخر. الفعل اللي عندنا هنا هو لو فيرب ليغ كما ذكرنا الآن، سبقوا هاد لو فيرب أفواغ اللي تنشوفونا، فولا هاد الفعل اللي جا من بعد منه تفيد الصرف في الماضي. إذن غوني ألي، إذن غوني قرأ. إذا قلنا مثلا غوني لي بهذا الشكل، مثلا إذا قلنا غوني لي، يعني أن غوني يقرأ، يقرأ الآن، ما كاينش هاد الفاصل ديال أفواغ. إذن غوني يقرأ الآن، طبعا هذا صرف، هذا صرف بوحدو غنشوفو من بعد. أما في حالة إذا أردنا أن نصرف لو فيرب ليغ فالباسي كومبوزي، باسي كومبوزي هذا نوع من الماضي كما تنشوفو عندنا، لو باسي هو الماضي، كومبوزي مركب. علاش قلنا مركب؟ لأن تنشوفو هنا الفعل مركب، مركب من هذا ومركب من هذا. إذا نتكلم على لو باسي كومبوزي، هما تيسميوه بهذا الشكل، هما هكذا يسمونه. إذا يسمونه ماضي مركب. هل هناك ماضي آخر غير مركب؟ نعم، هناك مثلا لو باسي سامبل، لو باسي سامبل يعني الماضي البسيط. علاش بسيط؟ يعني ما فيش التركيب، ما فيش هذه مع هذه، أنه بسيط. أشنو الفرق بين لو باسي كومبوزي وبين لو باسي سامبل؟ فيما بعد سنرى الفرق بين هاد الماضيين، الذي هم عموما نتكلم هنا عن حادث أن فيه واحد الإطالة شيئا ما. لو باسي سامبل، لو باسي سامبل يأتي للتعبير عن واحد الحادث تكون قصير في الماضي. فيما بعد سنرى الفرق بين هاد الماضيين. إذا الذي يهمنا الآن هاد اللي عندنا هنا، أنها ديال أفواغ اللي شفنا الآن مع الملكية، ولكن ملي تكون بعد منها اسم، ملي تكون بعد منها اسم. أما اللي جاي من بعد منها فعل، الفعل طبعا اللي تيجي من بعد منها ماشي تنحطوه كما بغينا. طبعا كل صنف من الأفعال عنده شكل معين اللي تيجي من بعد هاد الشكل طبعا اللي تياخذو الفعل في هاد الحالة تيتسمى لو بارتيسيب باسي، غادي نشوفوه من بعد. اللي تيهمنا الآن أن كاين فرق بين لو بريزون وبين لو باسي اللي عندنا هنا، خاصة لو باسي كومبوزي. إذا غوني ألي، إذا من هنا تنشوفو بأن ملي تكون هاد الإضافة بين الفعل، ملي تكون عندنا بحال هاد الإضافة بحال هنا، ملي تيكون عندنا بحال هاد الشكل ديال الإضافة ديال أفواغ مثلا، فهاد الحالة تنتكلمو على الماضي. غوني ألي، إذا غوني أنه قرأ. ثم عندنا هنا فواسي لا بيب دو بير دو غوني، فواسي لا بيب، لا بيب طبعا رأينا هاد الكلمة فيما سبق. فوالا سي لا بيب، فواسي لا بيب دو بير، دو بير دو غوني. ها هي أداة تدخين أب غوني، فواسي لا بيب دو بير، دو بير دو غوني. إذن ها هي أداة تدخين لأب غوني. إذن كما رأينا، إذن فواسي لا بيب دو بير، دو بير دو غوني، دو غوني، دو غوني. إذن ها هي أداة تدخين لأب غوني. ثم عندنا هذه الكلمات، عندنا إي، إي، أ، أو، مي، بي، لي، لا لون، لا لون يعني القمر، لو ميغ، لو ميغ يعني الحائط، الجدار أو الحائط، لا ميل، لا ميل، لا ميل. إذا كما رأينا عندنا إي، إذا كما تلاحظوا، ثم عندنا إي،
إلى غير ذلك. ثم عندنا أ، ثم عندنا أو، ثم عندنا مي، ثم عندنا بي، ثم عندنا لي، إلى غير ذلك. ثم عندنا لا لون، ثم لو مير، لو مير، ثم لا ميل، إلى غير ذلك. إن شاء الله نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.